مساكم الله بالخير متابعينا، أرحب فيكم من كل مكان في حلقة جديدة من سلسلة البث المباشر تمكين توكس. نشكر لكم متابعتكم لجميع الحلقات السابقة، نشكر لكم ملاحظاتكم اللي دائما ترسلونها لنا وتساعدنا أمانة في تعديل وتحسين محتوى هذه السلسلة ومحتوى أيضا جميع المحتويات اللي نقدمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم موضوعنا موضوع مهم جدا وهو بعنوان التعليم المتخصص. يسعدنا للحديث حول هذا الموضوع أن نستضيف رائدة أعمال بحرينية تعتبر أول مدربة والدية معتمدة حاصلة على شهادة PCI. راح نتعرف أكثر عن هذه الموضوع، عن هذه الخبرة مع ضيفتي في هذه السلسلة الأخت تقى مرهون. يا هلا ومرحبا فيك أختي. أهلا مروة، أهلا حبيبتي. هلا فيك، شكرا على الاستضافة. احنا أسعد ومشكورة على حضورك اليوم. ودنا أختي تقى أن احنا نتكلم أكثر نبذة بسيطة عن خبرتك في هذا المجال إذا ممكن تعرفين المتابعين. طبعا يعني راح ابتدي بالعكس وصولا الى تدريب الوالدي. حاليا انا مدربه والديه معتمده. سابقا كنت اخصائيه موهبه وتفوق عقلي في قطاع تعليمي. اللي خلاني اكون في يعني في هالمجال دراستي السابقه في الجامعه، درست في مجال التعليم والتعلم اللي هو علم النفس التربوي، وبعدين تخصصت في الماجستير في تربيه الموهوبين. فهذا أهلني أني أشتغل في القطاع التعليمي. أثناء شغلي في القطاع التعليمي حبيت أني أخذ شهادة اللي هو الـ PMP Project Management Professional، وساعدتني جدا. وكذلك أخذت حصلة على ترخيص في الاختبارات السايكومترية والنفسية إلى أن أخذ الشهادة في تدريب الوالدي من Parent Coach Institute، واللي هي أهلتني أن أقدر أقدم الخدمات اللي حالياً أقدمها في هذا المجال. جميل أختي تقى. يمكن أختي تقى نبتدي موضوعنا وحوارنا عن مفهوم التدريب الوالدي. يمكن يوم عرضنا اسم الحلقة وكانوا يقولوا لنا ياتنا تساؤلات، ما معنى التدريب الوالدي؟ صح. المعتمد، شنو مفهوم التدريب الوالدي بحكم أنه مفهوم جديد في مجتمعنا؟ بالضبط، هو فعلا جديد لأنه يعتبر وسيلة علمية حديثة تساعد الأهل في أن تكسبهم بدائل تربوية تعينهم في تواصل مع أطفالهم وتطوير علاقتهم فيهم. التدريب الوالدي فكرته الأساسية أنه هو يركز على الأب أو الأم كمحور في عملية التربية بدل ما يكون تركيزه على الطفل. ولها السبب التدريب الوالدي يختلف عن الاستشارات اللي يمكن نسمعها، استشارات تربوية أو غيرها، لأن الاستشارات مثلا تقدم حلول لمشكلة محددة، أما التدريب الوالدي ما يقدم حل، لأن احنا نؤمن أنه ما في حل يناسب الجميع. صحيح. بقدر ما أنه هو يساعد المربي في أنه يوجد الحلول الخاصة فيه. وبالتالي لما تنتهي فترة التدريب الوالدي وصل المربي إلى مرحلة أكثر ثقة، يشعر بالتمكين أنه خلاص يقدر يخوض هذه الرحلة لوحده. جميل. فهي الشغل يصير الشغل على المربي أكثر من أنه الشغل على الطفل. صحيح، جميل جدا أختي تقى. ويمكن أنت ذكرتي موضوع أو تطرقتي من خلال هذه من هذه النقطة إلى موضوع أن أنتوا أكثر تخصص. صح. يعني أنتوا غير عن اللي إحنا متعودين عليه اللي هو مفهوم الاستشارة العامة. بالضبط. أو مثلا حتى لو كان مجال التربية أيضا هي استشارات عامة. صحيح. يعني تشمل الجميع، يمكن مواضيع عامة بشكل عام. صح. ولكن أنت تطرقتي إلى اللي هو طريق التعليم المتخصص نحو التركيز على اللي هو الوالدين بشكل خاص. فهاي مهم جدا أمانة، لأن إحنا مع المتغيرات اللي قاعدة تصير والظروف الطارئة يمكن اللي مرينا بها، ظروف الجائحة وغيرها من الظروف والتربية الحديثة ممكن نقول، فهذه التغييرات كلها ممكن كونت نوع من هنقول التحديات الجديدة. صحيح. نوع من المخاوف لدى الوالدين. يمكن احنا بعد كمجتمع نقول ان الوالدين يمكن بالفطرة يمكن يعرفون يربون الابن، ممكن ما يكونوا مهيئين. صح. ولكن الواقع مختلف. صح. اختي تقى. صحيح، هو يعني نسبيا صح ان بالفطرة احنا نقدر، لكن بسبب التحديات وبسبب يعني الاشياء اللي عشناها واحنا اطفال وحاليا نعيشها كبالغين، يمكن نقدر نقول شوي ابتعدنا عن فطرتنا. نمط الحياة السريع يخلينا في حالة توتر، والإنسان
الإنسان لما يكون متوتر فهو مبتعد على أنه يقدر يتواصل مع نفسه ومع الآخرين. وكذلك يعني شائك شوي أن نقول الكل بالفطرة ممكن يربي، لأن مو الكل تلقى تربية سليمة والله صحيح. تربية صحية. فاللي يصير أنه مجرد تتوارث الممارسات، لو كانت صح فهذا شيء رائع، بس لو ما كانت ممارسات صحية فهي قاعدة تهدم. صحيح. طبعا مع احترامنا حق والدينا يمكن هم أعطونا يعني قد ما يدون في ذاك الوقت. بالضبط. فلذلك بعدين صار التركيز على المربي نفسه، نتأكد أنه هو نقدر نقول مؤهل في أنه ينشئ يعني جيل متزن سليم نفسيا، يعني ما بيواجه مثلا يعني تحديات كذي نقدر نقول اكستريم تخليه غير متزن. صحيح. فصار التركيز عليهم، وفي التدريب الوالدي يعني بالتحديد يصير التركيز ايضا على شنو المفاهيم والقناعات اللي انا عندي اياها كأم او كأب واللي تخليني اتعامل مع طفلي بهذه الصوره. اي نعم. فتصحيح هذه المفاهيم والقناعات نقدر نقول كانه خلاص يهيئ المسار للاهل. جميل جدا. اختي تقى يمكن يعني خذنا الحديث وطوفنا نقطه واحده وهي دوافعك نحو تاسيس هذه الشركه اللي تساعد الوالدين في وتأهلهم للتربية الصحيحة وتعطيهم الثقة أنهم قادرين على اللي هو تحمل المسؤولية ويكونون مربين أيضا صالحين. صح. أقدر أقول أن أول دافع كان لما صرت أم، ومن ينطلق من يعني شقين. الشق الأول صار عندي شغف أكبر في أن أنا أتعلم وأكتسب أشياء جديدة، وزاد اطلاعي على الكتب وعلى الدراسات، فاكتشفت أن في فرق بين اللي مثلا قاعدة أسمعه واللي حاليا يعني علميا هو مثبت أنه أفضل. فتولد عندي هذا الشغف أن أتعلم، وبعد قمت أساعد الأمهات اللي هم صديقة قريباتي، أي معلومة أعرفها أروح أساعدهم فيها أخبرهم عنها. هذه شغلة الشغف. لكن أيضا في نقطة ثانية وأعتقد هي محورية، نقطة الألم. لما كنت أواجه تحديات وما أعرف ألجأ لمن، يعني بلجأ مثلا للوالدة، بلجأ لصديقاتي اللي هم أمهات قبلي، بس بالنهاية تجربتهم مختلفة عن تجربتي. صحيح. فشفت أنه ما في أحد ممكن ألجأ له يعني عشان يدعمني في هذا المجال. نعم. لما كنت في بداية أمومتي، بعدين لما قررت أن أنا أغير مسيرتي المهنية. نعم. ليش قررت أغيرها؟ لأن أعتقد أن الإنسان أحياناً يوصل إلى مرحلة يشعر أن عنده قدرة كبيرة من العطاء، بس هو محدود في مكان محدد. صح. وحاب يعطي أكثر، بس محدودية المكان ما تسمح له. فهذا اللي خلاني أقرر إنه أوكي تقاء إتس تايم حين تشفت. جميل. فهذا كان يعني دافع أساسي. شغلة ثانية أيضا يعني بديت أشوفها، لأن في عملي السابق كنت أتعامل مع طلاب وأتعامل مع أولياء أمور. فقدرت أتعرف إن إيش كثر القناعات اللي عندهم تأثر على أطفالهم، تأثر على حتى شلون في المدرسة يعني أدائهم بالضبط. إيه. والمشاكل اللي كانت تصير، يعني أنا كنت تابعة في قسم الإرشاد. إيه. فكنت أشوف إيش كثر في أشياء يعني عالم آخر. إيه. ما كنت مطلعة عليه. فحبيت إن يعني أسد ثغرة شفت إن هي موجودة في المجتمع. في مشكلة، في حاجة نقدر نقول، بس ما في أحد ممكن يحلها. فقررت، خذيت الخطوة. يعني أقدر أقول إن أنا اللي صنعت الفرصة، لأن فترتها يعني ما كان في مكان أقدر أروح عندهم وأقول يلا بشتغل معاكم في هذا المجال. فقررت أن أبتدي من الصفر. جميل. ودرست عشان أصير مؤهلة أني أقدم هذه الخدمات يعني للمربين. هاي كان سنة كم تقريباً؟ الشهادة. خذيت الشهادة في أبريل 2020. يعني أقدر أقول أن المسيرة بدأت من مارس 2019. إيه نعم. لما قررتي أن أنت تغيري المسار. بالضبط. غيرت المسار وبدأت كل شيء وبدأت أدرس. إيه نعم. أيام. جميل. لو تحدثينا أكثر عن هذه الشهادة في مجال التدريب الوالدي، وكونك أنت أول مدربة معتمدة، شنو هي الشهادة اللي حصلتي؟ شنو المهارات اللي طلعتي فيها؟ الشهادة اللي هو التدريب الوالدي أخذتها من البيرنت كوتش انستيتيوت في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت عن بعد.
فهذا الشيء ساعدني ايضا يعني، لان مثلا في البحرين ما عندنا هذا الشيء يقدم. اللي وهي كانت عباره عن برنامج اكاديمي مكثف لمده سنه دراسيه كامله، يتم تدريبنا فيها على يعني اول شيء اطلعنا على اخر الممارسات الحديثه في مجال علم النفس، في مجال علوم دماغ الطفل، تطرق يعني مثلا حتى على المربي نفسه. فهذه كان الجانب العلمي. أما كمهارات يعني كان يتم تدريبنا مثلا على مهارات الإنصات، فن السؤال من أهم المهارات يمكن. بالضبط، أهم مهارة يعني ما تقدر تساعد أحد إذا أنت ما سمعته صح. صح. وفن السؤال كذلك، وشلون أن أنا أساعد الشخص أن هو يوجد الحل من بدال ما أنا أعطي الحل اللي أساسا أنا عارفه شنو ممكن يكون الحل. صح. فلمدة سنة كاملة، وطبعا يعني قبل ما نتخرج كان مطلوب ان نقدم 100 ساعة تدريبية مع مربين حقيقيين قاعدين يواجهون مشاكل يعني مختلفة. ففي هذا يعني في هذه الفترة 100 ساعة كان صار عندي فرصة اني اتعامل مع اولياء امور عرب وغير عرب. جميل. فاكسبني ايضا بعد اخر، ان شلون على رغم يعني اختلاف الثقافات تبقى في تحديات مشتركة لنا كأهل. وهل تحديات شفتيها متشابهة ولا مختلفة بحكم اختلاف الثقافات؟ معظمها كان متشابه، يبقى الشيء المختلف يعني اللي ممكن احنا الآن نقول ان في بيئتنا العربية او الإسلامية اشياء نحتاج نراعيها مو موجودة في البيئات الاخرى. بس كأساس في العلاقة لا، يعني نستغرب ان نفس الشيء، نفس فعلاً المشاكل فعلاً نفس التحديات. فعلاً. اختي تقى خذيتي الشهادة وبعدها شنو صار؟ اوكي. طيب قبل ما اخذ الشهادة، لما خلاص عرفت ان هذا هو الشيء اللي ابي اخذه، قبل ما اخذ هذه الخطوه اخذت استشارات كثيره مع رواد اعمال. جميل. لان كنت في مرحله حاسه اني ضايعه، من وين ابدا؟ يعني انا ابي اسوي هذا الشيء بس لوين بيوديني؟ صحيح، هو يمكن شعور طبيعي مر به كل شخص يفكر في بدء مشروع او تغيير مسار. صح، بالضبط. بس الاستشارات مع الاشخاص الصح يعني اقدر اقول خلتني على المسار الصحيح. يعني من رواد اعمال في البحرين وبرا البحرين. كذلك اخذت دورات مرتبطه بصناعه المحتوى. جميل. لان في الفتره اللي بديت فيها دراسه هي نفس الفتره اللي انا بديت فيها منصه الانستغرام. وكان الهدف ان ابدا انا اتعرف على الجمهور والجمهور يتعرف علي. فهذه الاشياء اخذتها قبل ما اخذ الشهاده. بعد ما اخذت الشهاده وخلاص راح اباشر يعني السيرفيسز، قررت اني اخذ سجل تجاري، اطلع سجل تجاري حق الامور كلها تكون في السليم يعني. صحيح. وبعدين بديت خلاص. جميل. بديت يعني انطلقت في تقديم جلسات تدريب الوالدين. بعدها اللي صار انه كان لان في البدايه فكان كل شيء مانيوال، يعني مثلا انا مثلا اللي اخبر المربي الاوقات اللي تناسبني، الساعات اللي تناسبني. إينا. في اخذ وعطاء وكذي. بس يعني لما يكون عندي مربي 2-3 اوكي مقدور عليه. صحيح. بس لما خلاص بعدين زاد إينا. الطلب، فقررنا ان نسوي اوتومايزيشن وسوينا الموقع الالكتروني. جميل. على اساس سهوله وصول الخدمات للمستخدم، وهو ايضا سهوله حجزها والتعرف عليها في اي وقت يناسب. صحيح. ويمكن اختي تقى لانك انت بعد بديتي، او يمكن خلينا نقول المشروع توسع بشكل اكبر يمكن اثناء الجائحه. صحيح. اذا انا ما كنت غلطانه. صح. فيمكن كان من الضروري اصلا انك تتبنين حلول تقنيه تساعدك في الانتشار. بالضبط. وفي الوصول الى الزبائن بشكل بطريقه افضل، بطريقه اسرع. بالضبط. في نفس الوقت تاثير التقنيه عليك اختي تقى بالنسبه يعني حق الخدمات، يعني اذا ممكن توضح لنا اصلا نوعيه الخدمات وشلون التقنيه ساعدت في هاي الشيء. يعني اقدر اقول ان اصلا بدون التقنيه او بدون الانترنت والتكنولوجيا كان يمكن المشروع ما انوجد. صحيح. يعني لان اكيد صعب التقنيات تساعدنا ان ننتشر. أكيد. تساعدنا ان نوصل لجمهور كبير سواء في البحرين وخارج البحرين. جميل. فساعدني ان اوصل الى مربين يعني موجودين في استراليا، في كندا، في بريطانيا. كلها من خلال التقنيه. جميل. هذه اللي ساعدني ايضا، يعني نقدر نقول من خلال المنصه نفسها. ساعدني كذلك اللي هو الخدمات اللي تقدمها جوجل. نعم. اوكي. يعني حياتي بدون جوجل كالندر ما اقدر اتخيل شلون ممكن تكون. صحيح. التقنيه بعدين خلاص وفرت حتى مثلا بوابات الدفع. صحيح. للعملاء في خيارات مختلفه من يعني داخل البحرين وبرا البحرين. جميل. بحيث انها تكون تجربه مريحه اكثر بالنسبه لهم بعد. نعم.
فحاليا انا اساسا خدماتي كلها تقدم عن بعد. اقدم جلسات التدريب الوالدي يعني للأهالي. شنو يكون محتوى هاي الجلسات؟ تصمم يعني ما في جلسه تقدم لواحد تشبه الثانيه. كلها تبنى على احتياجات هذا المربي، احتياجات الاسره اللي هو يعيش فيها، واحتياجات الطفل اللي هو قاعد يحاول انه يتواصل معه. نعم. يعني هدفها مثل ما في البدايه ذكرت ان نبتدي بالمربي نفسه بافكاره بقناعاته، بعدين شنو قاعد يسوي، ليش يا ترى هو مثلا يبي يكون بالصوره المميزه اللي يتمناها بس ليش مو قادر يكون. نعم. فنبتدي نشتغل يعني نرجع للجذور نقدر نقول. فهذا شغل التدريب الوالدي، هو يقدم يعني يا للافراد ام او اب او الازواج معا. نعم. وهذا يكون يعني افضل وافضل. أكيد. بالضبط. هل في اقبال؟ تحسين الاقبال اكثر من طرف ولا من طرف؟ اكثر شيء من طرف. نعم. في بداياتي خصوصا اكثر شيء من طرف، بس بعدين اعتقد لما خلاص الناس ارتاحت مع المفهوم صار في اقبال وصار في وعي. نعم. واقدر اشوف اصلا يعني شلون الاثر يصير لما الازواج مع بعض يحضرون جلسات تدريب، بعدين هم يخبروني ان حتى اثر على علاقتهم للافضل. نعم. مع ان احنا ما نتطرق ابدا لعلاقتهم كازواج، شيء خارج. نعم. اختصاصي. نعم. بس خلاص يبتدي الواحد يشوف. صح. الامور من منظور الطرف. صح. الاخر، والاثنين يمكن يحسون بنفس المشكله. بالضبط. فيمكن يسعون لوجود حل واحد. صحيح. او حل مشترك انهم يساهمون في تحقيقه مع بعض. صح. يعني كانه ما يصير الثقل على واحد على بس. شخص واحد او على فرد واحد. فهذه الخدمه الاساسيه جلسات تدريب الوالدي. نعم. بعدين قمت يعني اشوف انه في حاجه ايضا عند الاهل اكتشفتها من جلسات التدريب، انه ينقصهم وجود الدعم. يعني مثلا مو الكل المحيط اللي هو عايش فيه يدعمه مثل ما يتمنى، احيانا المحيط يحطه. فهذا خلاني اقرر قبل سنه اطلقت مجتمع دعم افتراضي. كذلك للامهات. جميل. من كل دول العالم، امهات العرب يعني، واعتقد هذا احدث نقله نوعيه في تجربتهم هم ك يعني مستخدمين او كامهات. جميل. شنو ما على ماذا يحتوي مجتمع دعم الافتراضي؟ هو يعني انقسم الى جزئين، جزء منه معرفي، يوفر مصادر، يعني انا اقوم بتوفير محتوى مخصص فقط لهذه المجموعه المشتركه، تساعدهم في فهم نقدر نقول الاساسيات. هم احيانا المشتركات يسمونه منهج. لانه يقولون شامل كل شيء يعني. بس الجزء الاخر منه واللي انا اعتبره ممكن اهم اللي هو جلسات الدعم اللي تقدم للامهات بشكل اجتماعي، يعني كلهم يكونوا جماعي موجودين. بالضبط. اي. في جلسات اسبوعيه، جلسات شهريه، فتختلف. وهذا اللي قدرت ألمس فيها الفرق. لما مثلا أم تدخل وتشارك مثلا تحدي محدد، هي ما قاعدة تطلب حل، تبي بس من يسمعها ويحس. صحيح. فيها نقدر نشوف حتى تعابير وجهها شلون تتغير من بعد ما يعني تتكلم، وتشوف أن إحنا أنصتنا بدون أي أحكام. فيعني الآن من سنة للآن صار تقريبا مشترك فيه أكثر من 180 أم. ما شاء الله. وهذا أعتبره يعني ثمرة. إيه. نعم. ثمرة قاعدة تكبر. فعلاً. إنجاز. بالضبط. إنجاز. إيه. ممتاز ممتاز أختي تقى. طبعا إحنا فخورين فيك وفخورين بهذا الإنجاز اللي أنت حققتيه إلى حد الحين، مع أن نقدر نقول أنه في فترة بسيطة. صح. ولكن طبعا إحنا كلنا أمل أن المشروع يكبر ويكبر إن شاء الله، وتحققين أيضا المزيد من اللي هو التوسع، المزيد من التميز والتخصص. مثل أي مشروع أختي تقى أكيد في تحديات تواجهك أثناء اللي هو القيام بهذا المشروع، أو في مرحلة ما، أو حتى في خلينا نقول خططك. فيعني شنو نوعية أو خلينا نقول أبرز التحديات اللي أنت واجهتيها في هذا المشروع اللي إحنا نصنفه تحت مشروع أو قطاع التعليم المتخصص؟ بالضبط. أول تحدي كان اللي هو في البدايات. أن شلون أنا أقنع الناس أن هذا الشيء راح يساعدك وراح يغير من حياتك. صحيح. إحنا عادة عندنا تخوف من أي شيء جديد، أو تحفظ يمكن أختي تقى. إذا بالضبط. صح التعبير. هذا بعد شيء آخر في تحفظ. إحنا مجتمعاتنا مو متعودين أن نروح ونتكلم ونناقش مثلا التحديات او الاشياء اللي نعيشها يا من الاخرين، او يمكن الابو ما يتشجع بعد انه هاي هذا بعد مثل هاي. صح. واحيانا مثلا تشوفين ان الام راغبه بس الاب مو مقتنع او العكس. فكان في تحدي في ان انا شلون اخليهم كمربين يقتنعون باهميه الشيء اللي اقدمه لهم، او شنو ممكن يخلق يعني نقطة محورية في حياتهم وعلاقتهم مع أطفالهم. هذا يعني على صعيد العلاقة مع المربين. على صعيدي أنا يعني في هذا المجال كان في تحدي اللي هو
أقدر أقول ما كان في مصادر أقدر أرجع لها تساعدني في أن هذا المشروع نفسه شلون أقدر يعني أطوره أكثر. نعم. يعني لأنه يعتبر جديد، فكان صحيح أن احنا الحمد لله يعني أخذ قفزات من لما بدأ، بس أعتقد أنه كان بعد ممكن يقفز أكثر بوجود مصادر دعم يعني مدركة لهذا المجال أو واعية حقه نقدر نقول. يمكن هاي التحدي حق أي شخص ممكن خلينا نقول مبتكر أو جايب مشروع جديد. يعني هاي يمكن أحد التحديات، ولكن الجميل أنه هو خلينا نقول هو أول من بدأ هذا. وبعدين يعني أعتقد أنه يبدأ المشروع يفرض نفسه، فبعدين خلاص ممكن تحصل التحديات اللي كانت في السابق تحديات، الآن لا ممكن تصير فرص. جميل. تحدي آخر طبعا يعني كوني أم. نعم. فهذا كان في تحدي شخصي يعني ان شلون اوازن بين مشروع. يعني اي شخص اي رائد اعمال بيفتح مشروع اكيد يتمنى يحط كل ساعات يومه في حق يطوره، بس بالنهايه في اطفال وفي مسؤوليات والتزامات، فكان هذا ايضا يشكل تحدي. نعم. هذا يعني ابرز شيئين اقدر افكر فيهم كتحديات في المشروع نفسه. نعم. التقنية والتكنولوجيا أكيد تحديات كثيرة أكيد يعني. أكيد أيه. فالحمد لله. الحمد لله. أختي تقى، يعني يمكن أنت بعد توجهتي اللي بتابع طبعا حسابك، توجهتي نحو صناعة المحتوى، يعني أنت ما اكتفيتي فقط بتقديم الاستشارات صحيح أو تقديم خدماتك، وإنما أيضا قررتي أن أنت تدخلين مجال صناعة المحتوى وتتخصصين فيه. والجميل أن أيضا الـ يعني الحساب الإنستغرام تنشرين فيه محتوى باللغة العربية حول كل ما يخص بالتدريب الوالدي. أثر هذا النوع في اللي هو خلينا نقول أثر على المجتمع، أثر في تطوير مشروعك، شنو دور كانت صناعة المحتوى؟ أثر الأول أن زاد الوعي، زاد الوعي عند الناس، يعني بدأت الناس تنتبه إلى مثلا أشياء كانت تعتقد أن تسويها صح، أن لا ممكن تؤدى بطريقة أفضل. يعني خلى الناس يبدأون ينظرون إلى الطفل ومشاكله بنظرة ثانية، نقدر نقول ساعد في زيادة الوعي. ساعدني أنا بنقطة مهمة، أن بدأت أعرف حاجات الأهالي أكثر، يعني لما يصير هذا التفاعل بيني وبينهم مثلا لما يتفاعلون على منشور معين او حتى في الرسائل، فقدرت اعرف ان شنو الاشياء المشتركه الابرز الموجوده بينهم. وهذا هو يعني واحده من الاشياء اللي ساعدتني في تصميم برنامج البستان اللي هو المجتمع الدعم الافتراضي. يعني لولا هذا التفاعل ما اعتقد ان المشروع ممكن ياخذ خطوات للامام، لان بالنهايه لما شخص واحد يفكر غير لما اشخاص كثيرين. صحيح. او يمكن واحد يشوف شيء اخر ولكن يكتشف فرص اخرى ايضا من خلال هو التفاعل مع الناس. وانا اشوف بعد اللي هو يعني صنع المحتوى اعتبره مثل شيء انا اشعر ان انا مدينه فيه للناس للاخرين، ان قاعده اسويه بدافع حب، ومو عشان والله مثلا تعجبكم الخدمه او يعني تشترونها، لا، عشان انا فعلا وصلت الى مرحله اعرف ان ايش كثر يصنع فرق. ان لو الطفل تاسس في بيئه سليمه، فبالتالي يعني اتمنى ان هذا يساعد يوصل للي ما يقدر حتى ممكن ياخذ خدمه مثلا مدفوعه او غيره. صحيح صحيح. والجميل ان لما رائد العمل يشوف ان اثر مشروعه على المجتمع قاعد يلاحظ فيه تغيير، فيه فائده، فيه اثر ايجابي، ويمكن يصنف ايضا مشروعك من ضمن رياده الاعمال الاجتماعيه اللي تخلق فرق في المجتمع وتلبي حاجه. خططك المستقبليه، وات از نيكست؟ اوكي، نيكست اللي هو الان مع عوده دعم تمكين توسعه الفريق. لان حاليا يعني بس الفريق التقني اللي هو مسؤول عن الموقع وهذه الاشياء هو الموجود. اطمح لتوسعته. كم فرد الحين حاليا في المؤسسه؟ الاساسي انا، ولان صاير الفريق التقني بالتعاون مع شركه. يعني كانه فهم مو تحت مؤسستي. فانا اطمح ان اضم تحت المؤسسه يعني في زيادة في التقنية. وكذلك في الأمور اللي هي الإدارية نقدر نقول، يعني عشان تسهيل خدمة العملاء. صحيح. هذه نقطة مهمة. شغلة ثانية، في خدمات جديدة قاعدين نشتغل عليها عشان إن شاء الله نطرحها في الوقت المناسب. اللي ممكن تحدث نقلة في حياة الآباء كذلك، مو بس الأمهات، ويعني نقدر نقول تعطيهم خبرة جديدة في حياتهم كأهل. صحيح. نتمنى لك طبعا كل التوفيق أختي تقى. جدا سعيدين وفخورين بهذا المشروع البحريني. الفريد خلينا نقول من نوعه في مجال اللي هو التعليم المتخصص.
كلمة أخيرة بما أن وقتنا داهمنا عندنا دقائق، شنو تنصحين أختي تقى كل شخص يتابعنا اليوم أو وده أنه يدش مجال ريادة الأعمال لا سيما مجال التعليم المتخصص؟ أوكي. كل ما تخصصت كل ما كان أفضل، أفضل حقك أنت، عشان لأن ما في إنسان يقدر يعرف كل شيء أو يتعلم كل شيء، لازم نتواضع لهالحقيقة. فكل ما تخصصت كل ما كان أفضل حقك، كل ما رفعت من جودة الخدمات اللي تقدمها للآخرين. ولأي شخص بيدخل في مجال الخدمات، أول شيء اشتغل عليه بناء الثقة، ابني الثقة مع الجمهور، وبعدين خلاص المشروع لوحده راح يكبر وراح ينجح. لأن ما تقدر تبيع خدمة إذا الناس مو واثقين فيك، غير منتج بيجربونه وبعدين بيتركونه. صحيح. فشلون ممكن الواحد يصل لهذه المرحلة؟ أنا بقدم خدمة لشخص أبي فعلا يثق فيني، شنو ممكن الأشياء اللي يسويها رائد العمل؟ وجوده في منصات التواصل الاجتماعي. صحيح. هي واحدة من النقاط. ثانيا أنه يعني يحاول فعلا أنه يكون حقيقي، حقيقي في الكلام اللي يقوله، حقيقي في النوايا. بالنهاية يعني ممكن مثل ما نقول كل واحد يحس الثاني صادق. أكيد. أو مصادق في الشيء اللي يقدمه. فأعتقد هذا التواصل مع الناس، يعني الآن ممكن نقول وسائل التواصل لأن هي الأسهل، بس بشكل عام تواصل مع الناس يعني، وخلي يتعرفون عليك، وأنت خبرهم شلون بتدعمهم بتساعدهم، أعطيهم شيء مجاني أيضا. صح. ممكن يساعدهم بعدين، أوكي بتزيد ثقتهم فيك. جميل. وبيطلبون خدماتك الخاصة. جميل. بما نحن نقول عن الخدمات، يعني أنا صح تكررت أكثر من مرة هالكلمة، بس أنا أشوف نفسي أن ما أقدم خدمة، ما أبيع خدمة للآخرين. أشوف أن أنا يعني أعطيهم فرصة أتغير من حياتهم. جميل. فلما أفكر في المشروع على أنه هو يعني تجربة أو فرصة، أشياء كثيرة تتغير. جميل جميل جدا أختي تقى، سعيدين بهذا اللقاء المثمر، ما حسينا بالوقت ما شاء الله، مر فعلا مر بسرعة. نتمنى لك كل التوفيق والنجاح. شكرا. وإن شاء الله نشوفك في لقاءات أخرى إن شاء الله بإذن الله. شكرا حبيبتي. شكرا أختي تقى، وشكرا لكم متابعينا. طبعا لكل شخص يتابعنا اليوم وده أنه يدخل مجال ريادة الأعمال، سواء كان في مجال التعليم المتخصص مثل أختنا تقى أو في أي مجال آخر، تأكدوا متابعينا بأن تمكين راح تكون دائما متواجد لخدمتكم، بالإضافة إلى جميع المؤسسات والجهات الموجودة في مملكة البحرين اللي تدعم منظومة ريادة الأعمال. نتمنى لكم كل التوفيق، تابعونا في الحلقات القادمة ونستقبل اقتراحاتكم وملاحظاتكم في أي وقت. تمنياتنا لكم بالتوفيق ومع السلامة.